طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأن طريقي كي أراه يطيب. وأن طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال المصاحب. أولا، نحن أمة تدعو أتباعها إن صح التعبير أن يكونوا أغنياء لا فقراء، والغنى والفقر من الله جل وعلا. لكن الإسلام لابد أن ندرك أن الإسلام لا يحارب جمع المال، بل يشيع على جمع المال وتكوين الثروة. واليد العليا خير من اليد السفلى. والمال المصاحب هو كل مال يجمعه الإنسان من حلال، هو يخلف المال في ذاته، لكنه معه بأجره وثوابه. عندما يجمع المال بنية وبمنهجية توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد بن أبي وقاص، البعض يتصور أن المال الذي يتركه للورثة يحاسب عليه ولا يؤجر عليه. كل مال جمعه الإنسان سواء أنفقه، بذله قبل موته أو خلفه، سيسأل عليه، كان قليلا أو كثيرا، ليس هناك استثناء. لكن ليس صحيحا أن يتصور البعض وهم يعني أن المال الذي يتركه لورثته يتركه ثم يحاسب عليه دون أن يؤجر عليه. هذا لا يكون إلا في حالة واحدة، أنه لا قدر الله جمع المال من حرام. لكن لما يكون الإنسان ثروة ويجمعها بمنهجية النبي عليه الصلاة والسلام بتوجيه سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن وقاص كما تعلمون من العشرة المبشرين بالجنة. بعد فتح مكة مرض مرضا ظن أنه سيدنا سعد أنه مرض الموت كما يقال وسيموت. فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن لي مالا، عنده مال وفي كثير، أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بنصف مالي؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال: هذا ليس لسيدنا سعد بن وقاص، لكل يد عاملة في هذه الحياة الدنيا أن تخلف مالا وفيرا بهذه النية، طالما من حلال وثروة، لأولاده من بعده، لتركته لورثته من بعده، يؤجر عليها بإذن الله طالما مضى بمنهجية سعد بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لسيدنا سعد: الثلث، الثلث كثير؟ قال: يا سعد، أن تذر ورثتك أغنياء خير أن تدعهم عالى يتكففون الناس. أغنياء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا. فبالتالي تجد أن البعض قبل أن يموت ربما يكون صاحب ثروة وعنده مال، يحاول أن يتخلص من هذا المال بالصدقات وكذا. هو في حقيقة الأمر لا يدري الصدقة بذاتها، ونحن لا نتفتش على نوايا الناس، لكن أحيانا تسمع منه يقول لك: أنا سأترك المال، ربما من خلفي يتمتعون به ولا يؤدون حق تأديته، ويخوضون فيه ربما خبط عشواء وأحاسب عليه. نقول: لا، أنت ابتداء كون هذه الثروة من حلال، هذا شيء شرط أساسي، اجمع المال من حلال ثم اجمعه بهذه النية.
بمنهجية سعد بن أبي وقاص بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يا رب أنا أجمع ثروة وأجمع مالا حتى أدع ورثتي أغنياء بنصيحة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام لسيدة سعد بن أبي وقاص، وتشبهوا بهم، التشبه بالكرام فلاح. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فليس صحيحا أن المال الذي يتركه الإنسان يحاسب عليه ولا يؤجر عليه، يؤجر عليه كان قد جمعه بهذه النية، قد جمعه بنية سعد بن أبي سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه بتوجيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا من الأموال المصاحبة، من الأموال المصاحبة. كما تعلمون الصدقات بأنواعها، كانت صدقة قبل الموت أو كانت صدقة بعد الموت، فينبغي للإنسان أن يؤسس له رأس مال كما أو ثروة باقية لا تنتهي بانتهاء الحياة من هذه الحياة الدنيا، لا تنتهي بالانتقال من هذه الحياة الدنيا الزائلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. إن الصدقات التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها في حياتي قبل موتي، إن كان صاحب يملك مالا يجعل له الصدقات الجارية التي يشاهدها في حياته فيفرح وينطلق من قول الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنما يدخل الإنسان ووفقه الله جل وعلا أن يساهم في بناء صدقة جارية، يدخل إنا بمنا بناه للأيتام أو للأرامل، أو بنى مستشفى أو سام في ذلك، أو في مركز طبي، أو سام في عفر بئر ورأى كيف تروي الناس، شاهدها بأم عينه يفرح بذلك، بل يسجد سجود شكر لله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك. الصدقات بأنواعها بتنوعها، وأعظم الصدقات أجرا عند الله ما كانت أعظم الصدقات نفعا لخلق الله، لابد أن نضعها نصب أعيننا. من الصدقات التي ينبغي دائما وأبدا من الأمور المصاحبة للإنسان المال الذي يخلفه ويوصي به بالثلث مثلا، كما أوصى سيدنا سعد بن أبي وقاص بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، يجعلها في أرض، يجعلها أقرب الناس لأرحامه. ينبغي دائما وأبدا للإنسان هذا أولا ابتداء أن يكسب من المال ما يستطيع، أن يكون الثروة بما يستطيع. نحن ديننا يشجعنا على أن نكون أصحاب ثروة من حلال، ديننا يشجعنا أن نكون أصحاب أموال كثيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. الفقر بعد عذاب بعد الكفر مباشرة وقبل عذاب القبر. إننا أمة عمل، أمة كسب، أمة تجعل من المال هذا عبادة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد إلى الله. كم انتفع الصالحون من أموالهم، وكم انتبع الأغنياء من ثرواتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أصحاب الأموال الطيبة المباركة في الأيدي الصالحة فقال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وتأملوا في وصيتين: وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغادر الدنيا ينتقل إلى الرفيق الأعلى يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بزوال الدنيا، ستنتهي الدنيا، ومع ذلك تكون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة إن استطاع أن يغرسها فليفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إننا بحاجة أن ندرك هذا، وأنتم بإذن الله تدركون أن ديننا دين عمل، أن ديننا دين كسب، أن ديننا دين يحث على جمع المال من حلال، لأن في الأموال الحلال في الأيدي الصالحة ينتفع المسلم المجتمع كله، الفقير والمسكين والأرملة تطمئن على أن من يراعيها إنما يراعيها لله سبحانه وتعالى، اليتيم يعيش في كنف العطاء المتجرد لله سبحانه وتعالى، عابر السبيل
يعيش وهو آمن على نفسه أن هناك من لم يتخلى عليه، لأن هذه الأموال بأيدي أمينة، لأن هذه الأموال في أيدي صالحة، لأن هذه الأموال في أيدي مباركة. ونحن نقرأ سورة الكهف امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وفي ثناياها حديث عن المال وجمع المال، أكمله بعد الفاصل إن شاء الله. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وللطريق كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ على سبيل الندب في يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الكهف. سورة الكهف الذي يتأملها يجد أن الآيات فيها كثير من النصوص تتعلق بالمال، تتعلق بالمال ثروة، تتعلق بالمال فتنة، لذلك الذي افتتن في جنته فأفسد علاقته بينه وبين الله وبينه وبين صاحبه، وتتعلق بذلك المال الذي يكسب يعمل فيه المساكين، فالله جل وعلا أرسل الخضر حتى يحافظوا على رأس مال الشركة المباركة التي جمع عليها المساكين، والمسكين هو من دخله أقل من حاجته، لكن الله رغم أنهم عندهم سفينة سمام، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الله جل وعلا يتولى برعايته وحفظه ورعايته، يتولى حفظ هذه السفينة لهؤلاء القوم، لأنهم يكدون ويكسبون من عرق جبينهم كما يقال. ثم بعد ذلك نقف مع ذلك الجدار الذي يرفعه الخضر بأمر الله جل وعلا، ويرفع الجدار سيدنا الخضر عليه السلام لا يرفعه لذاته، إنما لثروة تحته. ومن الذي تركها؟ تركها رجل صالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، صالحا في ذاته، وصالحا في كسبه، وصالحا في فهمه، وصالحا في عمله، وصالحا في تجارته، وصالحا في ثروته. خلف هذا الكنز العظيم وأخفاه تحت جدار لأيتام، تولاه الله جل وعلا، لأن الله يحب اليد العاملة التي تعمل في الحلال، لأن الله جل وعلا يحب اليد التي تجمع الثروة الهائلة من مال حلال ومن مال يرضيه سبحانه وتعالى. ثم تنتقل من السورة بعد ذلك إلى ذي القرنين الذي يقف يعني أمام فئة من الناس عندهم كل مقومات الثروة لكنهم خاملون، لكنهم ليسوا بعاملين. قالوا يا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ومكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا. ما الذي أتى به ذو القرنين؟ لم يأتي بشيء من خارج المكان الذي جمع التقى فيه أولئك الناس، عندهم المال، هل نجعل لك خرجا على ما يقال في هذا الأيام، نعطيك شيكا شيك مفتوح، نعطيك مبلغا من المال أنت تحدده. عندهم المال، عندهم الحديد، عندهم النحاس المذاب، وعندهم الأيدي العاملة. كل ما فعله ذو القرنين أنه حرك هذه الطاقات وحرك هذه الثروة فكونت مثل هذه. إننا بحاجة أن نفهم أن ديننا دين يشجعنا على العمل، يشجعنا على أن نعيش أغنياء بقدر الإمكان، لا استغلالا في الفقير حاشا والله، لأن المحتاجين هم مفاتيح الرحمة. إنما نخدم نخدم أنفسنا، إنما نتفقد نتفقد مجتمعاتنا، إنما ترحمون وتنصرون بضعفائكم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حلالا ويبارك لنا فيه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى والر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.